اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي بتتفرج فينا على اي اف ام. حلقه جديده من كبر لاذان في موسمها الثاني، اللي يقول كبر لاذان يقول البلاصه المزينه هذه المضخمه اللي ياسر تشبه المولاها، اللي هو سي عبد الستار عمي مستوره. اهلا وسهلا، شنو حالك؟ لبس لبس ساعات حتى تبدا تعب ومكر في صحنك ولا ما تعرف، رمضان الواحد ساعات يتفرج، اما ساعات تلقى قدامك عبد ينسيك في كل شيء. العبد هذا نعرفه اللي هو صديقك برشا السورة، ومش أول مرة يجينا في كبر لاذان، هذه ثاني مرة يكون معنا. هو ملك البرامج الحوارية، تشوفوه كل سبت في سهرية السبت على قناة الحوار التونسي في فكرة سامي فهدي، تسمعوه زيدا نهار السبت في موزايك في برنامج نجوم. دونك ما نجم يكون كان هادي زعيم. هادي مرحبا بيك. مرحبا، رمضانك مبروك. رمضانك مبروك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. زيد شكرا على الاستضافه. عفوا، لا زيد، ما غير ما تقول شكرا حتى انت في دارك. لا ثاني مره استوره يجيب حنينه هيدي، هذول عجبته الماكله برشا. زعما لا لا، مشكله فيه، مشكله في هيدي في الماكله. علاش؟ على خاطر قعدت نخمم ايش باش نجم نطيب، وهيدي يلزمه في الريجيم، يعني يلزمه ياخذ حاجات هيلثي. خاف لا نخاف لا يزي صيام ولا يزي يقع ماكله هكا. تعرف طيب 70 دام هكا كيما المخمخه الكل كيما راهو. الماكله في الريجيم اسهل برشا من الماكله. اسهل اسهل شويه، مش شويه سلطه وكذا. ايوا، لكن في رمضان ما جاتش هادي. يظل في رمضان يلزم الواحد كمان يطيب. انا نكمل في الريجيم انت هادي في رمضان؟ راهو الريجيم اذا كان ما تكملش فيه ما فماش غارانتي بتاع الريجيم. ايوا زيد، راهو رمضان كي ما فماش الشوربه والبريكه ماهوش رمضان. البريكه تنجم تكون شويه ولا شوربه بالعكس حاجه هيلثي. معناتها شوربه هيلثي صوره شوربه بتحط فيها زيوت. لا لا ما تحطش، ما تحطش تقلي، ما تقليش مثلا. حتى كي تحط طماطم ما تقليهاش، تستعمل البطاطا الخضراء وما تستعملش الطماطم كونسير. معنى فما حيل بين قوسين اللي وهو كي تشوف الحيل راهو مش حيل، هما البكري نطيبوا بهم. كناش نعرف حقوق الطماطم، كنا نعرف الطماطم نعملها في الدار، كي نعملوا بالطماطم يا شريحه يا يطيبوها معناها يسمطوها وياخذوها يخبيوها. حصر الناس قبل هذا، علاش بينا الناس توا مازالوا يعملوا حاجه طيب الطماطم هذيك، يعملوا العولة وكل الحكايات. العولة لا، اما نطيب وقت لازم عندهم الطماطم موجوده على طول توا في السوق. هكا تمشي تبدا غاليه شويه في وقت ما، اما موجوده على طول طيبوا بها. الله اكبر. هكاو لا يا سيدي، كيف تعدى نهارك هيدي اليوم؟ تعبك رمضان؟ تعب خدمة كالعادة؟ كالعادة من عش الريتم تحسوا يتبدل عليك في رمضان ولا يقعد هو نفسه؟ لا مثل كل تولي تشبه لبعضها. هذه أكثر حاجة اللي حدها، أنه كما أحد كما سبت كما اثنين معش ما ويكاند، ما عادش فما ويكاند، وما عادش فما نهار الاحد الخايب ونهار الاثنين الخايب ونهار السبت المختلف ونهار الجمعه السبيسيالي، ولا ولا يمت كل كيف كيف. كم انا مستانس نخدم كل يوم، دونك نفس المنطقي واللي عندي. تقوم تمشي للخدمه، ما عادش عندك ايامات مختلفه والا مساحه لروحك. رمضان بالنسبه لنا يلزم يبدا من اول نهار وفي اخر نهار بنفس الريتم. هاي. أما هيدي الريتم متاعك ذولي في الخدمة نقص شوية على العوامل اللي فاتت. قبل هيدي كان حتى في السيف يخدم، لكن ديغنيغمون في الأعوام الأخرى ما عادش نشوفه هيدي يخدم في السيف ولا يخو راحة ولا كيبري. رجعت ولا أكابري. أكابري ولا ولا بالأكابري يخش في كونجي، حتى سيبا دوني كونجي راهو مش حكيت حاجة. كونجي عبد الستار حاجة مهمة، أنه تكتشف بالعمر أنه حياتك الخاصة وبدنك وعقلك ونفسيتك عندهم عليك حق. وقت اللي تبدأ غاطس في الخدمة، نتذكر أنا حتى عمري 40 سنة ما عنديش نهار راحة، ما عنديش صيف، ما عنديش عيد، ما عنديش عندكش رمضان، ما عنديش رمضان. تفيق من بعد تقف شوية بينك وما بين روحك، تقول ما ذرة لو كان ناخذ حاجة روحي أنا معناتها، لأنه الجسم جسمك وعندك عليك حق. المشكلة اللي احنا نعمله في حاجة نحبوها، دونك وقت اللي تبدا تعمل في حاجه تحبها ما تحسبش معها، كيما تلعب في ماتش كوره في البطحه ما تفطنش الوقت كيفاش تعدى. غرام ومهنه، وغرام ومهنه احلى حاجه. وقت اللي تخدم حاجه اللي هي غرامك وفي نفس الوقت اللي مهنتك. على ذلك انا اول مره خديت فلوس من الاذاعه قعدت نغزر، قلت يا اخي خلصونا خلص على نتكلم ونزيد فلوس ويخلصونا. معناتها قعدت نغزر للشهريه مستغرب. لكن هيدي انت قلت غرام وخدمه ومحليها خدمتنا، لكن الغرام كي
كي تتعب كي تخدم ديما كي ما عادش تلقى حياتها هكايا خاصة تتفرهد وكل يوليش كرفي هذا أكثر من غرام. ما عمري ما نتعامل بمنطق الكرفي ونهار اللي نحس إنه فما كرفي من نبطل معناتها. أنا الهدف اللي عندي إن نرتاح ريت الخدمة معناتها كيما واحد يمشي مثلا سادو سبور ولا عبد كان نقول لك أنت بشنو مغرومة تقول لي مثلا مغرومة ما نعرفش تعطيني حاجة مغرومة بالموسيقى مثلا بالموسيقى تحسب معاها ما تحسبش معاها تقول لي أنا وقت اللي نبدأ فرحانة نسمع موسيقى وقت اللي نبدأ متغشة نسمع موسيقى وقت اللي نقلق نسمع موسيقى نفس الشيء أنا نبدأ فرحان نخدم وقت نبدأ متغشش نخدم خرج طاقة أي أي ننسى الغش وننسى خرج طاقة الغش وتخلي طاقة أخرى أحلى عمري ما نجم نحسب مع الخدمة عمري ما شريت مونجيلا وحسبت الوقت قديش اليوم عندي 8 سوايع والحمد لله الخدمة هذه نخدمها وقت اللي نفيق نغسل وجهي بحضر روحي قمت التسعة نمشي نخدم تسعة قمت العشرة نخدم العشرة قمت الحديش نخدم الحديش قمت الثمانية نخدم الثمانية قم الخمسة بتاع الصباح نخدم الستة في البيرو وهوني للناس اللي تتفرج هيدي يقول لك تخدم تخدم تي موقع قدام الكاميرا ويسجل لك هيدي راهو موعد في الإعداد معناتها يحضر حضر خدمة هذيك الواجهة اللي تتشاف ماهيش هذيك حد شيء يراو نهار في الجمعة هما ساعتين ولا حاجة كيف هو هذيك اللي يراه يرا شنو يراه بطبيعة برشا برشا خدمة برشا ستريس برشا تنسيق برشا إعداد برشا تحضير عندك صعوبة باش تلقى ضيوف عندك صعوبة باش تحضر الأسئلة لضيوف مختلفين انك يجيني عبد الستار نتفرج في الانترفيو اللي عملته معاه الجمعة اللي فات العام اللي فات الموسم اللي قبل الموسم كيفاش نعملوا حاجة مختلفة ثم نتفرج له في حوارات ونعملهم الكل كيفاش نعملوا حاجة مختلفة وأوبليجي هيدي تو انت باش ترجع وتتفرج في الحوارات وتحضر عندك ايكيب وراك اكيد ليكيب تخدم يعطيهم الصحة لكن زادة كيف كيف انت ما نجمش يقولوا لك كلام مش تحكي لي على فيلم وانا مطالب الفيلم نحكي عليه مش كنت شفته معناه يمكن انت تفيقني بحاجه انا ما شفتهاش على فيلم معايا فريق معايا كوثر الحكيري اللي هي معناتها رئيس التحرير معايا فريق من الصحفيين يخدموا اما فيلم لازم نشوفه مسرحيه لازم نشوفها الانترفيو لازم نشوفه من موقعي مش معقول نقول والله قالوا لي الصحفيين اللي انت قلت انه العمل هذايا فيه نقاص كما هكا لازم نشوفها حتى ساعات نبره الصوت تختلف معناتها نجم صحفي ما يفيقش بنبره الصوت انت تفيق بها نجم انت ما تفيقش بنبره الصوت الصحفي ينبهك ليها فخدمتنا خدمه مجموعه هذه طريقه العمل نتاع هيدي زعيم ولا هذيا طريقه العمل نتاع المناشطين والمقدمين في تونس والله ما بالحق ما نعرفش معناتها تلمو غطس في عالمي ما نعرفش كل واحد كيفاش يخدم اما هذه الطريقه اللي نخدم بها هذه الطريقه اللي تراها انت باش نجم تخرج بها ماتير اللي تخليني صادق صادق وتخدم ومتمكن لما اليوم نسالك سؤال عندي خلفيه لما اليوم نحكي معاك على حاجه راني شفتها بعيني وسمعتها بوذني مش قالوها لي مش على هذاك ما تلقاش ضيف يصلح لي معلومه يقول لك ليه ما قلتش هكاك ولا ما عملتش هكاك او ثبت معلومتك أي او اخيب حاجه اخيب حاجه في مهنتنا انه الضيف يصلح لك سؤالك اخيب حاجه اذا ضيف صلح لك سؤالك يجبك تراجع روحك ألف مره فيش قاعد تخدم صارت لك هذا يا ضيف صلح لك سؤالك هيدي معناتها في الكارير نتاعك سالت سؤال ماكش متاكد منه لا لا لو عندي سؤال مانيش متاكد منه نكونوا في شكل سؤال عملت فيلم اي يقول عملت نقول مش راك عملت فيلم عام 60 يقول لي ليه راه عملت هذاك عام 70 نقول وقتاش عملت الفيلم اي معناها تحاول سؤالك هو يخليه يجاوب على حاجه يجاوب تعرف اللي انا ما نعرفهاش ما نجيش انا معلومه ما شفتهاش نلقاها مكتوبه قدامي في موقع ما نعرفش من المواقع نقول له راهو انت عام 70 واخيب حاجه يعني انا معناتها نتمنى الارض تتشق وتبلعني وقت اللي تقدم معلومه غلطه لانه هذيك خطا مهني كما طبيب اللي ينسى ينسى مقص في كرش مريض هيا انا مش نساله مش نشوفه هنا شو ال شو الجيري بتاعنا اليوم اللي مش ندوب بيها احنا شربه شربه رمضان شربه شربه نزل حاجه جاريه لا انا عم فاشي برودو لا عملت لك دويده دويده بالدجاج هكيك هكيك قلت اخف شويه من الشربه ايش قالك باهي جيبوا الدويده مالا ستوره دويده دويده بالدجاج بالدجاج الدجاج بشكون اخف اما فما حاجه غلطه في الطاوله يا ستوره ان شاء الله ضيفنا يظل يتغشش عليك أي الخبز يا ستوره كيفاش كل الجيم وسبار وكل لا ما هو نقول لك ساعات واحد يستحق من عش جميع لكن نعرف هذه باغيتي لك قد ايه قلت 3 سنين ما كلتش خبز 3 سنين بالكل بالكل يعني حتى نوع من انواع الخبز لا لا لا
بالاخص الخبز هذا معناتها اي 30 يمكن ساعات ناخذ شويه اكل كومبلي. كومبلي تبدا شهوه ولا حاجه ولا خبز تاعي هذا عادي لا. لا. وعليش هذا الكل خاطر نعرف ايش فما الداخل ومش باهي نحكي الصحة في الطاوله اي بالضبط دو تفاصيل يبدو انه مش فما قاعدين يخموا مش الخبز الكل يتنحى الخبز الابيض واللي القمح يترحى بكشكارته مع تاع ربي وهكا كما ينحيوش الدشين تاع الكشكاره تاع تاع القمح وهكا قالوا يبدو انه يغطيو 15% من حاجيات حاجياتنا في النعمه ان شاء الله على كل حال تولي اهون حال صحيا صحيا اموان خير ايوه على كل حال مش ناخذ طريق الشربه مش حاره مش حاره لا غلب عليا عليك حار تحب الحار برشا نحب الحار ذيك الحار ما يقلق ما يتصورش انه يقلق الستريس 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 هذه طريف دويدة لكن طماطم راهي طماطم الخضراء ريحتها بنينه يعطيك الصحه الخضراء ما شاء الله طعمها بنين مفيد خاطر مش باش يفسد بعض الريحه من نوع اللي تاكل بعينك تاكل ديك البعيني وخشمي قبل ما تاكل الماكله بالفعل وبخلاف بالطبيعه الماكله نتاع الوالده شكون شو الماكله اللي تعجبك؟ الحق كل شيء مانيش شخنيق ابدا ابدا لا ناكل كل شيء وكي نمشي مثلا نسافر في بلدان نحب ناكل الماكله نتاعهم تاع البلاد هذيك تاع البلاد هذيك نحب نقول لهم هزوني ماكلتكم هزوني حاجه اللي ما نعرفهاش نمشي مثلا للمطعم نقول لهم قول لي راه فما سبيسياليتي كما نقولوا اعطيني الحاجه اللي ما نلقاها كان عندكم اي اغرب حاجه كليتها هيدي في السفر في الفواياج كليت نتذكر انا والفنانه الممثله نحبها برشا وجلات حياه ريم الرياحي مشينا مره شان تالون ريستوران فيتناميان في باريس يعمل كناغ لاكي ادوبل سيرفيس القشره نتاعو يقشرها قدامك تخرج كينا بسكويت ويعملوا لها صوص حلوه ومالحه تاكل القشره من بعد الكناري يطيبوه قدامك هو يجي نص تياب يخرجوا لك القشره لوحدها وتاكلها كانك تاكل في البسكوي معناتها كيفاش طريقه معنى هذه من اغرب حاجه وبنين على الاخر وعندهم ترشي مزيان والحاجه اللي عندهم طريفه في الريستورون هو صغير قد صاله هذه عاملين بوذا بالزبده في حجم العبد الانسان يعني حاجه حقيقيه معناها وحاطينه في فريجيدير في فيترين ويجينا حاط كل 6 اشهر يعمل له الريتوش نتاعو يعني اذا كان ذابت منه شويه ولا يرجعه سامبريسونون معناتها كيف يخموا معناها شكون يجي بالو ان مش عامل بوذا بالزبده معناتها نتمنى حاجات كيما هكا افكار كيما هكا يبداو موجودين في مطاعم كيما نتاعنا مثلا نحن نعرفش نختاروا شخصيه مثلا ونجم نعملوها بالزبده وتبدا وناس تجي لانه مزار يولي فهمت سامبريسونون هنا نصور يعملوا شخصيه بالهريسه ايش قولك اي زبده خاطر بون زبده داكور دا مش زعما تشد اي لقاوت لا الهريسه العربي كي نعملوا الهريسه العربي نرحيوها وتبدا ماهيش نجمو نعملوها عبابد ديجا احنا نخبيوها عبابد سكي دانا نجمو يظهر لي كونسيستونس الزبده كي تغزل له من بعيد عاطي عاطي المنظر نتاع ستاتو ذهبي نتاع ستاتو اي جيماجين كانوا رخام اي انت ما تفيقش ما تفطنش كان كي تقرا انه معمول بالزبده وكل 6 اشهر يجيو ينظفوا ويصلحوا ويرجعوا غطوش يعملوا له غطوش على كيما سيادتك يعملوا له المكياج هما يعملوا له المكياج ما دمنا توا في شهر رمضان وانت ولد بنزرت ولد مدينة بنزرت ولد راس الجبل ولد راس الجبل شنو الفرق؟ هي ضاحية من ضواحي بنزرت مانيش ضاحية من ضواحي بنزرت مانيش ضاحية ليه ضاحية هي مدينة في كيما مثلا مدينة كارتاج ضاحية من ضواحي تونس ما كان هي مدينة قيمة الذات اي اما احنا نتبع ولاية بنزرت لكن احنا مانيش من ضواحي معناتها مانيش معناتها هي بلاصة مستقلة وعندها خصوصيتها صحيح ماهيش متشبهش البنزرت مانيش امتداد البنزرت معناتها فيش مختلفة راس الجبل فيش ما تشبهش البنزرت الموقع نتاعها مثلا الموقع نتاعها تسميت راس الجبل على خاطر تنطلق منها مش عالية هي بالعكس جاية في منخفض منها تنطلق سلسلة جبل الأطلس
تنطلق من راس الجبل وبحذينا شوية يوفى مجردة اللي يسم في بحيرة إشكل غير ملح. دونك الجغرافيا الكبيرة متاع تونس مربوطة بنا. ثم راس الجبل عندها استقلال خاص على خطر يقولوا راس الجبل نقولوا فضل كبير حسين بالخوج على المنطقة اللي تلقاه اللي يمشي يلقى دار الشباب حسين بالخوجة دار الثقافة حسين بالخوجة عندها عاون برشا الجهة. جستمون وهذا سؤالي ليك هيدي باش نقولك انت ولد راس الجبل هيدي زعيم اليوم شخصية معروفة في البلاد اكيد هيدي المنطقة جاوا لهيدي زعيم وطلبوا منه الإعانة وإلا هيدي تدخل في حاجة ولا حتى باش توصل لهم صوتهم نحن نخدم وين فيه وين ما فما طريقة باش نعاون نعاون أما ما يلزمش واحد يعطي وعود كذبة لأن نعرفوا احنا نعاونوا باللي نجموا احنا مثلا نجموا نوصلوا صوت إنسان نقربوا أو ساعات يقول لك أعطيني رقم جعفر عنده مشكلة أو أعطيني رقم فلان راه عندي حاجة أو نحبوا فنان فلاني في المهرجان هذه نوع التدخلات اللي تجيني من حتى مش حتى كياس مكسر تنجمت أنا اللي فاتني نصوره بالإنستغرام كياس مكسر معناتها في حد ذاته معناتها تستغل الشهرة نتاعك وكل باش توصل أكيد أنا غادي معناتها أنا قلت لك احنا عندنا في شطول دراسة جبل عندنا احنا نسموه الغوالبية دونك عندنا الحنين احنا نعتبره انه العالم يبدأ عندنا ويوفى عندنا راه داير في من التقاليد الكبيرة نتاعنا انه مثلا مش دارج برشا عندنا انه البلاية من راس الجبل تاخذ خارج من راس الجبل اخواتي زون في ليكسيبسيون زون في ليكسيبسيون البنات مثلا والا مثلا عندنا ناس ماذا بها اللي نقرا في راس الجبل نخرج لتونس نقرا شويه ما تعجبنيش تونس نرجعوا باش نخدموا في بلادنا دونك موجوده برشا عندنا الحكايه هذه وعندنا فخر كبير لانه عندنا الغابه عندنا البحر عندنا الارض الفلاحيه عندنا كل السافوار فير زاد خاطر اهل راس الجبل معروفين بالسافوار فير الحرفي الصنعه نتاعهم عندنا البحاره عندنا الصيد عندنا الصناعيه عندنا كل فلاحه عندنا الفلاحه معناتها فما استقلال كبير للجهه يخليها وحده في بعض عندنا تاريخها الخاص بها وطريقتها حتى طريقتها في العيش فما شيء من طريقة في العيش معناها حتى في تقاليد شيء مختلفة على المدن المحيطة بها يظل فما وبالحق تو انت ذكرت سي حسين الله يرحمه سي حسين بالخوجة رغم الجهل الكبير اللي وصل له كذا قاعد لقي بيك متمسك بدارو غاديكا معناها دارو لفاطمة زوجته واللي يسكن غادي اللي يجي من خارج المدينة ويتزوج مثلا يسكن في راس الجبل كمال تويتي نوجه له تحيه كبيره تونس يسكن غادي نور الدين الباجي الفنان القدير يسكن غادي تزوج ويسكن غادي فيها سحر معناها فيها هوا باهي فيها روح باهي معناتها وين نرى روحي بعد 20 سنه ولا في راس الجبل في راس الجبل معناها لا غوتريت نتاعك غادي بالطبيعه ما نراهاش هنا مع احترامي لبلادكم بلاد الناس الكل لا يقصد في انا نقصد في هو بلاد الناس الكل لكن بالحق انا هذه لحتى علاش قول لك لحتى هذه على خطر ريت على بالنسبه لسي حسان انا ما عرفتوش منه مني ليه كعرف انا صغير لكن عرفت زوجته لفاطمه اللي بنت ببو معناها اخت سيده عليا ببو اللي هي كان قبولتي وكذا لفاطمه اللي هي مسوسيه مع هذه كان مفروض تقول كان رجلها حيه هيك قاعده غاديك معقول رجلها موجود وكذا أولادها صغار وكش أولادها كبروا زوجها توفى لكن مع ذلك فاطمة قاعدة عايشة في راس الجبل ما روحتش للساحل ما جاتش لتونس ما كانش تعيش في الساحل كانت تعيش في العاصمة ما رجعتش لتونس دارهم في الكرم ما رجعتش للكرم ما أنا قاعدة غديكة يبدو أنها اللي جهة تستهويه ويقعد فيها يستهويه عنا برشا بلايس حتى تراثية غديكة أنا تعرفت على سيدة فاضلة تخدم أرشيتكت احنا عنا كيما الحومة القديمة هكا نسميوها سنية الدوكا طول عمرنا سنية الدوكا عمرنا ما تسألنا عليش دوكا دوكا وصديق كوا دوكا 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 المرأة معناتها خدمت على الموضوع هذايا واكتشف أنه الدوكا سيلا دوقة هي من الدوقات اللي جاءوا من إسبانيا وعملت غادي قصر كبير وتوا رجعت السيدة هذه تحيي في القصر هذايا تشري في الديار الصغار وترجع فك القصر اللي كان موجود
تاع الدوقة اللي كانت تسكن غاديكا وعنا تاريخ استثنائي. أنا ريت معنى في كل شيء سيبته لا تحكي لي على حاجات تعنيلي لا فضلك لا لو تحكي لي على حاجات تاريخية يوم كنت تتبع جهة أخرى ما تعرف سأكون أكبر الجاهلين في ذلك بالحق لا بالحق هو بالحق اللي يمشي له يحبها أنا نعرف حتى شكون كان مش معتمد وقت سلاح حبيب مش معتمد بن دار غادي عادي عنا أبن خضر أحسن حوت أحسن لحم زعما هيجي يقول هكا على خاطره هو يحب البلاصه نتاعو والا خاطر مزيانه هي زيد مزيانه برشا ناسها باهين وناسها باهين ما عندناش الحاجات اللي موجودين في المدن الكبرى ما عندناش البركاجات وما عندناش عبي تعرف بعضها خاطر عبي تعرف بعضها وما عندناش كون مثلا يتسول في الشارع عندنا عيب شو هذا تحكي قبل ولا تو نحكي لك كل شيء تبدل نحكي لك 10 سنين التالي 10 سنين تو باسكو انا نمشي مرة في الجمعة ما عادش كما قبلنا ما نحن ما عنيش فما راك سمعت كان حاجة خايبة ما عنيش الناس تعرف بعضها وصحيح تخلطنا شوية ما أما ديما يبقى الأصل أكثر من دار نصيحة كان إن شاء الله ناوي تزهز نزهز من غادي مرسي أي تمشي الطريق فروشات مطروزة عليهم أمشي راس الجبال وعينك مغمضة نازل نبعث كل شكو ولا نمشي نسقي وساقك شبكة وطريزة معنا على راس الجبال هذا معروف من سي خيطي حاجة متى في عمرك أنت مثلا أمي ولا عندها حاجة مقدسة بالنسبة لها أنا تعلم تبدأ تعرف مكينة في الدار معناتها والقرقيف والواحد وذكر أمي والغرزة فلانية والغرزة فلانية حاجة ضروري الخياطة ولا الصنعة أي صنعة أخرى الخياطة الخياطة خياطة والطريزة تطريز الفروشات معناتها أنت فرش عرسك إذا ما كنت تعمل أيوة احنا قلنا قبيلة أنه التعب فما معناها مش تعب هو بليزير لأنك خدمتك ما تخيلش روحك تخدم حاجة أخرى خدمت حاجة أخرى ما كنش عندك حلم قبل أنك تعمل حاجة أخرى بخلاف الأعمال حاجتي أنا كنت صغير عمري 6-7 سنين حتى 10 سنين 12 سنين يسألوني شو تحب تولي قلهم في الإذاعة كنت نسجل في روحي في بالراديو كاسيت نسجل ونعمل برامج وحدي وكنت نعمل سبورة ونقري ولاد الحومة بلاش اللي نعرف نقريهم بالغلط بس صحيح المهم نقري دونك الحمد لله اني خدمت زوز خدم اللي انا نحبه سواء قريت ومن احلى الحاجات اللي عملتهم في حياتي اللي هي اني قريت في التعليم الثانوي قريت في الجامعة الخاصة وخدمت في الإذاعة دونك ونتصور روحي اللي سهل لي خدمتي هو اني نخدم في حاجه نحبها معناتها عمري ما نحسب وقتي نتاع الخدمه ولا حتى كنت نقري معناتها تلامذتي موجودين كلهم وفما شكون ولا زميلنا يعرفوا الشيء هذا دونك بالعكس كنت محظوظ انه الحاجات اللي حبيت وصلت اللي حبيت نعملهم وانا صغير وصلت عملتهم وانا كبير من راش روحي نعمل حاجه اخرى من راش روحي نكون مهنه اخرى والحمد لله لكن هادي حتى كي حلمت قبل باش تعمل ايميسيون شنو هو نوع الايميسيون كي كنت تحلم به هذيا الحوارات اللي تتعمل فيه توا نقدم في الاغاني كنت صغيره احنا وقتها ما كانش فما حاجه اسمها حوارات في وقتي انا معناتها المذيع شنو على السلامه مرحبا بكم نهدي لكم اغنيه فلان اغنيه فلتان على رياحي شنو ما كانوش ما كانوش فما برامج هكا في فما بعد وان ماهوش دارجين برشا في خالد الثلاث لله يرحمه عنده بعد كنت اكثر اكومبانيومون ولا برامج تاع كوره ولا في الاذاعه خاطر انا تلفزه ما كانتش حلم وما حلمتش بها وما كانش في برنامج انا الاذاعه اكل اللي تسمع صوت وتتخيل الشخص اللي كان فيك شكون هو لا تعرف شعره لعينيه لحتى مش كما تو شعر من تاع الاذاعه تفسخ برشا بالكاميرات اللي موجودين قاعدين يصوروا فينا قبل كنا تتخيل العبد تتخيل انا دنيا الشوش كيفاش شعرها اصفر اكحل عينيها كيفاش صافي بارتي من الشعر نتاعها انت يحكي معاك صوت انت مش يحكي معاك عبد انت صوت لازم يوصل لك الحب والاحساس الاصعب والفرحه وانت بك صوت هذاك
ترقد على صوت هذاك، تقوم على صوت هذاك، تتثقف من صوت هذاك، تتعلم تتربى من صوت هذاك. ونهار اللي باش نشوفوهم نبداو نغزروا هكا، هذه هي كما تخيلتها. وساعات مش تخيلتها، وساعات العكس. معنا هذا فكرني في سي عبد العزيز العروي الله يرحمه، باعتبار كارير طويله في الراديو، ثم ظهرت التلفزه ومش يظهر سي عبد العزيز العروي. سي عبد العزيز كانت من معناها ساعاتي في خاصة في النقد والمسرحيات وكل شيء، ينتقد ساعة الذات الشخص معناه وكل شيء. فهو كان ذكي برشا، عارف كي مش يظهر في التلفزة مش يراوه، كان يعتبر روحه مش جميل، معناها مش وجه جميل هكا هو يعتبر. فكما غدوة مش يظهر في التلفزة ولا بعد نهارين مش يظهر في التلفزة، عمل ثمر نتاعو على روحه. قال طويك يا جماعة، أنتم مع عبد العزيز العروي ديما ما عملوا عنه حد شيء وما يعجبوا حد شيء. وحتى كان في انتقاء ميس تونيزي، معناها كان في اللجنة بتاع الانتقاء، هو الانتقاء لسبيكرين الأولانين بتاع التلفزة، معناها النزيهة ربي فضلها نبيها بزميدة ونزيهة المغربي وكذا الله يرحمها واحد حسينه. فهو معناها كان يحب الجمال ويعرف. قال توا عبد العزيز العروي اللي تعرفوه ديما صعيب وما يعجبش عليه حد شيء، تراه في التلفزة مش تقولوش مرات هذا وجهه طويل كي الساطور وعينيه قب وهرب وفمه مشلفح واصل لبذني حسين، عمل كاريكاتير روحه معناها مش حقيقيه، مش هكاك، بالغ في السلبيات، بالغ في السلبيات ونسى الايجابيات. قبل ما يتعدى بداو الناس لا يا سي عبد العزيز نحبوك لذاتك مش لصفاتك، يا سي عبد العزيز نحبوك كما انت غير تظهر بركه وكذا. وكي ظهر معناها ما غمهم يقولوا احنا بقصي، عرف خاطر احنا ديما عندنا صوره الراديو كما قلت انت هي صوره قبل ما تكون ايماج خيال. هادي لو كان يطلبوا منك والا لو كان انت تقول باش نتخلى على حاجه من الزوز، يا تلفزه يا اذاعه، من غير ما نخمم تلفزه تتخلى على تلفزه بعد مجد الشهره، اي الشهره والنجاح اللي في بالي. والله انا ما سعيتش عليها، ما سعيتش، مش بالنوع اللي انا ساعات يبداو معايا الناس في الاذاعه يخدموا معايا شهر شهرين يقولوا نحبوا نعملوا تلفزه. قد نغزر معناتها، انا مشيت للتلفزه ساعه غصبا عني بقى. بعد 20 سنه ولا 25 سنه اذاعه، لا تقارن متعه المباشر نتاع اللايف بالتلفزه. قداش من واحد يعمل تلفزه حطه في المباشر قدام راديو، اي تفضل يشعل لونتين وتفضل. هذا تعتبر الاذاعه اصعب من التلفزه؟ اصعب برشا، اصعب برشا. والاذاعه سي الصنعه، سي الصنعه صناعي، حلم يكون نتفرجوا التلفزة يحميك المونتاج، يحميك الصورة في حد ذاتها، الصورة يحميك الديكور، يحميك الجمهور موجود في 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 مملكتك. اللي ده عليه الحل هنا، غلطة هنا، لازم تخرج لها الهواء وتطلعها الكلمة. سيء في التلفزة عندك كومفور كبير برشا، تروح زعما اللي يقول الجملة اللي قلتها في بلاصتها ولا مش في بلاصتها، خلينا نشوفها، خلينا نشوفها. ترى يا عبد ستارك الجملة حسب رأيك قلتها ساعة لم مجموعة تفرجوا فيها اي قصها ملاك حاليا. شوف الكونفور اللي انت عايش فيه، سبالة ممشو. شوف الكونفور، اخيب واحد في التلفزة نجم يطلع احسن واحد بسحر المونتاج، بسحر المونتاج. قديش من واحد منعوا المونتاج؟ وي المونتاج، المونتاج عندك يخدم، هيدي المقص يخدم برشا في التلفزة طبعا يخدم بطبيعة الحال. شو الحاجات اللي تقصهم هيدي؟ تقص احيانا ظروف الضيوف ساعات يتحمسوا اكثر من اللازم وبعد يراجعوا رواحهم يلقوا انه زادوا ساعات تحمي فما ساعات فما الناس تحميهم من رواحهم. ساعات الضيف يفوت مرحله النقد يولي ثلب بطلب منهم ولا انت تقص؟ ساعات انا نقص خاطر هذيك زاد نحمي في روحي، لانه انا اليوم مسؤول زاد كيف انه نهارتي اللي باش يمشي هو يبحث مش انا معاه نبحث. فما ضيوف نقص لهم ونقول لهم ونعلمهم اللي باش نقص راهو ناحيه البارتي، راهو ناحيه البارتي هذيك، لانه البارتي هذيك تنجم تبحث فيها. وكي باش يقول لك خليني نبحث، هي ما راهمش مش باش يعيطوا لك اللي كنتي راهمش انا زاد معاك خلينا معاك خاصه البرنامج يقول لك انت برنامج مسجل وجايب هنا معناتها شخص يسلب في الناس. وصارت لك الحكايه هذي؟ مشيت بحثت هذي في جره حوار من الحوارات؟ لا 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اما اذا ذكي من يتعذ من تجارب غيره اي تربى الواحد به مجاري مش احنا قريت حسب
فيف ناس تورا ملا في الحاجات الهيلثي كل شيء. بني خاف منه. بريك شيء يا حلو. أنت تعرف أنت تعرف اللي هذي ما يمشيش ما يخرج برشة من الوقت. ما يحبش ال. إيه. ولذا أنا عز عليه كيجي هو عزيز معنا بالحق إحنا أصحابه وعز عليه برشة ونحبه ولذا كيجي على الأقل ما مش مع كان فما سيزون ثالثة كنقوله إيجا يجي يقولك على الأقل بو يعرف اللي هنا ما فماش حفيلات ما صالح توا وليت مصالح وليت أسطورة ليه مصالح طيب له باش من بعد تقول له إيجا تشوف هي مش كيجي خاطر هذاك ما يعز عليا كان يقول له نهار من نهار إيجاني وما يجينيش توجعني برشا خاطر وقتها نحط معناها صحبتي في كان حاطين صحبتي في الميزان ولذا نقرا حسابي ما دام نعرف اللي ما يحبش الحاجات المقلية لا ليزي مش مقلية وليزي حتى الحشوة نتاعها دي فخوماج 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 بلون لا عظمة لا شيء هيدي جوستومون هو ستورا قال هيدي ما يمشيش برشا هكا كضيف علاش خاطر شوف فما نحب نعمل حاجات اللي نحبها ما عملتش الخدمه هذه باش اسال عليها لا ما عندك جمهور اي ما يعرف هيدي شكون نعرف ما نرتاحش مرتاح توا ولا مش برشا الحقيقه الحقيقه مش برشا والله مش برشا وما نجم نرتاح شوي كان كيف نبدأ في مخي الناس يروح إنه فما كاميرات صور علاش خطر نحس إنه كرسي السؤال بالنسبة لينا أرتاح برشا من كرسي الجواب وما نحبش نكون منيش صادق أنه يعني يظهر عليا وما نحبش نكون مثالي أكثر من لازم وما نحبش نكون كل أنت هيدي المشكلة مش غادي المشكلة اللي ما نرتاحش مش نحكي على روحي ما نرتاحش هي الكلها راهو فما ناس تشيخ فما ناس تبدا مسلطنا وقت اللي يستدعاوها تبدا تجري وفرحانه وكل شيء ويبدو شيخين انا لا مساله هكاك يمكن في الجينات مساله في مخي مساله الشهره ما تعني لي شيء وال بين ضفرين اللي الناس تعرفك ما تعني ما تغيرنيش في حاجه معناتها ماهيش حاجه مش مبتغى ليش هذاك المبتغى معناتها عادي انا اليوم نولي ما عادش مشهور ولا معروف ولا واحد تخير معناها ولا مش معناتها عادي ما نخسش خسرت حاجه كبيره معناتها فما ناس يتقصلهم انستغرامهم نهارين يعملوا واحده انا عندي زوز ملايين و200 الف وبرا يتفسخ انستغرام الكل انا روحي مستمده منه هو ولا شخصيتي مستمده ولا مكانتي برشا هيجي سامحني برشا كيبعدوا على الاضواء ويبعدوا على الشهره والعبيد تنسيهم ويطلعوا عبيد جدد وكل يدبرموا ساعات عبيد بالحق معناها تلقى في حاله يمرض جوستومون يزوم يخدم على روحه خاطر انت تعمل في حاجه لروحك مش تعمل فيها للناس سواء خدمتك او حتى راحتك هي روحك هي ارضاء لنفسك انت اليوم كان باش تقعد ترضي في الناس هذا يلزمك ترضيه وهذاك يلزمك ترضيه وكي هذا يحب يرضى بطريقه ما تعجبش الاخر غادي انت باش تلقى روحك متمزق رضي روحك سواء في خدمتك او في راحتك او في قراراتك راضي على روحك يجي اليوم راضي على روحي ما نتصورش كان واحد يرضى على روحه نسبه الرضا على نسبه الرضا 50% 60% 40% في الزون هذيك اكيد عندي تبلبيزات وتصديقات وغلاط وعادي حاجات بشريه واكيد عندي حاجات فرحاني اللي عملتهم وعندي حاجات فخور اللي عملتهم وعندي ناس فخور جدا اني حكيت معاهم وعندي حلقات نعتز بهم برشا وعندي حاجات اقل وعندي حاجات اقل برشا اما هذيك هو اللي يكونك وهذاك هو اللي يصنعك الخايب يعلمك والباهي يشجعك والكلمة الباهية تجيب ترفع المعنويات ترفع المعنويات والنقد الإيجابي يصلح يخليك تصلح أعتقد النقد هيدي طبعاً كي الناس تجي تنقدك تقول لك في الإميسيون اللي كان ما كاركش ولا حاجة طبيعي عشان هلا أوكي اليوم من مكان صار ينقد خاطر فما شكون يقول لك توا هيدي زعيم انا عملت اسم انا نجم انا من افضل الاعلاميين دونك ما نستحقش للنقد عمرك سمعتني قلت انا من افضل الاعلاميين انا يعيطولي انا يعيطولي باش ناخذ جائزه افضل درجه ما نمشيش ناخذها يعني راني ما نستحقهاش شوفش روحك انت افضل اعلامي في تونس هيدي شوفش روحي انا نجم اقول على روحي افضل اعلامي كان يحكي لك على عبد العزيز العروي وما في الفترة نخجل في أخجل من نفسي ولا نجيب الخطاب ولا مش أفضل هذه أفضل إعلامي
فما ريت الإعلاميين الموجودين كل في الساحة كل واحد عنده نقاط قوة محليهم، ما نجمش كل نشبه لبعضنا. معناتها أنت ما تنجمش تقارن جول بديفونسور مهاجم نحكي على الكرة، تنجم تقارن وما تنجمش تقارن مهاجم هذا مع مهاجم هذا، هذا عنده نقاط قوة مش موجودة عند هذا. والكل يصنعوا جو يصنعوا لعبة، هذيك هي. ما نجيش أنا نقول أنا أحسن واحد، ما أنت أنت أحسن واحد، شو معناتها؟ شو معناتها أحسن واحد؟ إليه معناتها أنت؟ ما هو فما مقياس نجاح، فما باغ إكزومبل وينو المقياس؟ ترمومتر وينو هالمقياس؟ كان في الغاجورة فما نسبة الاستماع، وقتاش نسبة الاستماع تحدد أنت أفضل؟ معناتها هل أنت تحب تسمع هيدي؟ قد تحب تسمع باش تسب هيدي، قد تحب تشوف باش تسب. ماهوش وإذا كان أنت تخليهم يشوفوك باش يسبوك تكون راضي على روحك أنت وتقول أنا أفضل واحد. معناتها اليوم لو تنزل راقص على الشارع وترقص باش تلموا عليها الناس أكثر من أديب قاعد يقول فيها في حكم، هل يعني أن الراقصة أهم من الأديب؟ مش معناها. وهل أن راح تقول أنا أفضل شخص في المدينة؟ وقت عيب شوية تواضع. بالحق احنا اليوم وصلنا للمرحلة اللي يقول دفاع ياسر عند الناس، كل واحد يرى روحه انا الافضل انا الاحسن انا. قولها بينك وبين روحك قدام المراية، هز بها مورالك لروحك، اما قدام الناس شوية تواضع به، كل واحد يعرف قدره كل واحد يعرف مستواه. كلنا فش قاعدين نعمل نصنعه في البارود، مش نصنعه في البارود، احنا كل واحد عنده صنعة يعمل فيها كاو، واحنا مانيش في سباق هذا الاول هذا الثاني. نهار اللي من حضرش حصتي تنعمل نكون اخيب منشط في العالم، يكفي انا ما حضرتش حصتي ديك الكفي. احنا حياتنا مرهونه في لحظات، انا لو نخرج على المنطق قدام الميكرو في لحظه من اللحظات ديك الكف نقعد نعاني فيه 5-6 سنين نولي اسوأ منشط. لو انت تولي تقول عليا انت كاسوأ منشط، شو تحب تقول للناس؟ راهو سي تخيف خجيل، وعمرك ما تتغر وتقول انا احسن من نشر. هاني قلت لك انا يستدعاني باش يعطيني جائزه احسن من اخجل باش نمشي ناخذها، وغير يبدا يهبط فيها من ما من مواقع ومن باجات فيها زوز من الناس ومن تعليقات. عمرك شي شفتني كاتب في انستغرام انا افضل شخص؟ هيدي تقول في الكلمه هذيا من باب التواضع ولا من باب بالحق معناها هو فما قناعه يعني. تشوفني في دي باج، فمش مره تعديت في باج لقيتني انا افضل منشط على امتداد 3 أو 4 سنين هذوم. فمشي مرة عكيت موقع الفليني أعطاني جائزة أفضل ممثل. ليه اسمك يتترح؟ يتترح وناخذ جوائز أحسن ممثل أحسن منشط. فمشي نهار برتجيت ولا هبط. دونك تفهم. خطو أنت اللي تعطي في الجوائز الأفضل رابر. مش أفضل. الأكثر جماهيرية. فما فرق ما بين الأفضل والأكثر جماهيرية. هي ديزاين الأكثر جماهيرية. ما نجمش نعرف، شوف ما نجمش نعرف، هل عندنا اليوم مقياس يقيس الأكثر جماهيرية؟ غياب المقياس يخلي كل شيء فلو. ثم الأكثر جماهيرية، حتى لو كنت أنا الأكثر جماهيرية، باش نرضي لك سؤالك، هل يعني أني أنا الأفضل؟ اليوم أنهم يشوفوك أكثر واحد، هل معناها أنت أحسن واحد؟ راوكي تقول أنا أحسن واحد، بعد أنت كامل، لا أخطاء، لا حتى شيء، واللي أقدم منك رديته الثاني ورديت الثالث ورديت الرابع، وهذا ما صف أول وهذا ما صف ثاني. أنا كنا واحدين في شعرة، لو الخطأ متاعنا راهو صغير في لحظة كنا نمشيو على حبال صغير بنفخ طيح. دونك شوية تواضع للناس الكل. هذه يظل رسالة هائلة لجماعة الكل. خذ بريتك القرطاس نتاعك بتو بتاكل هيش خلينا كلها اسمع سمعتي هي قالت لك من غير عظمه ومروبه ما نعرف شنو وتا وقت الماكل مش بين شنو اللي استعملته غوتا وغنمي خلطة غوتا وغنمي مش جبن صناعي لا 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 جبن صناعي انا ما نحبوش الجبن غوتا تاع تستور وجبن غنمي غنمي نتاع اللي ملح في معناها في الحانوت وكل شيء صح تعرف انا في هالدار هذه ماذا بيا كل شيء عقلي ترى احنا البريك انا في الواحد اخي ايش نقول لك تعرف مشكلتي مع الماكله في البلدينه مشكلتي انا كرابيت في ايكول ميسيون الباباسات بالنسبه لهم ما يفهموش حاجه تاكلها بلدي ولذا تدور في الفائغ افكتوار انت تمست حاجه بيدك ما تعرفش على الضربه منين تجيك فتنست قعدت على طول هكاك ما عادش نجم ناكل بلدي الله غالب
معناها دبي انا ساعات نحشم معناها كي في وسط ناس هكاك وشيء عملوا عليها الغمام برشا مرات الله نتحرج مع حتى في الميسيون تاع ولد عمناو الناس الجمهور المتفرجين قالوا يا اخي ايش بيه تقفطوا ليا وياكل بالله في البريكه بالله هو والله مش قفطين اما الله انا وحتى نشوف انه صحيا الماكله باليدين خير من الماكله بالطبيعه يبدو انها ألذ ألذ تحسها اكثر ثم تضمن انه يديك نظاف ثم نتصور داكل من يديك خير من داكل بالالمنيوم ولا بال ثم امتع طب امتع لكن انت شفت تخشخيشه تحسها انا المفيد انا عجبتك الله يخليك الصحه وين كان مرة في الجنوب علموني أهلنا في الجنوب محلها فتونس كلها محلها علموني كيفاش ناكل الكسكسي بداية بصوابعي حاجة بديعة أنا كنت كي نغزل تظلي ديزكترا تيغيستر كيفاش يعملوا وما يوصلوش يديهم أول مرة كي حبيت نعاون نعمل كيفهم ما هو اللي دام لهنا قطر من يدي هنا وما يضحكوا عليه في الأخر وراوني مسخ الثلاثة صوابع هذوما فقط وهذا يتشد به يعملوا هكا يعملوا بالدمك تولي كل مغرفة يعملوا بها الكسكسي وكل شيء وياكلوه وهذا هو ذاك الحاجة الوحيدة اللي تمسخ من بارك الله عليهم معناها إلى فالو باش تعلمت كيفاش الطريقة لكن نشكرهم برشا ونحيي أهل أيوة. الجنوبي بالحق خاطر في الخليج تعال... اليوم ياكلوا بيديهم آه. في أي في الخليج معناها باش تحترم الناس لازمك تاكل كيفهم بيديهم سي فغي به ملا اي الحمد لله هادي عجبتو البريكا انت كان ما عجبتكش خاطر بلاش عارف ما دفر على العالب بنيتي يا اخي نعمل احنا نعمل بريكتنا احنا هكا وانت ما عملك بريكا لا يتعبك علاش علي؟ لا ولا لا تعبك راحه ديري عايشك صرف فضلك عزتك كبيره زاد انت مش اما حبينا نوعو كل مره حاجه مش احسن حاجه تكونش كل فرمه احسن حاجه بلا وحتى كان نقول لك من لا برينسيبال بيدو راهو زاد هيلثي خاطر خاطر لا خلي يقولوا خلي يقولوا يحبوا خلي يقولوا صحاب قولوا يقولوا اللي يحبوا الله غلط راهو يقول لك راهو ضيوف الاخرين تحايل مع هيجي لا والله لا لا من حايل مع حد اما لا فما عباد ما تعرفهمش برشا ماكش ماكش عشان راهو عشان قداش من عام 20 سنه اكثر شوي من 98 من 98 ما أعرف 26 سنة 26 سنة طب أنت قلت لي نعرفه 26 سنة عبد الستار شو تبدل في هيدي باللي عرفته فما حاجات تبدلت في هيدي نحكي في الكاراكتر خاطر في الشكل سألته وانا وتعمني وقلت له ليه ما بالنسبة لنا على الأقل حتى وقتها خدمنا جميع وكل شيء أما خدمنا جميع مش كان ضيفي في برنامج وقتها نخدم جميع في ذات شباب لكن على المستوى الشخص معنا على المستوى كن نقابل هادي سواء في خدمة وإلا مش نحكيوها حتى بالتليفون ولا حاجة كي ما يعنيش نقابل في كل يوم خاطر ما عندوش وقت ولا كيف ما كنتي بالتليفون كي نكلم هادي بالنسبة لي ما تبدلش بك هذيك طريقة نفس الشخص نفس طريقته في الكلام نفس عنده طريقة خاصة جدا في الكلام معنا في التفدليك نتاعو معنا مع أصحابه كل شيء على الأخر تعرفوش يظهر سيريو هكا مع أصحابه مع المحيط نتاعو عنده التفدليك وعنده طريقته ولذا بالنسبة لي ما تبدلش معنا كي بنسمع فيه تخش عليها احنا قاعدين في بيروس المولدين نبلو نرشقه الله يرحمه نبلو نرشقه معناها في الكلام بيناتنا بالحق معناها وحتى نوعية الأسئلة حتى في الخدمة مثلا حتى في الدنيا ساعات يسألك سؤال متعرفش عليه منين خرج ومعنا منين هبطوا سؤال تلقى في الخدمة ساعات كترى هذه مش معي كنصريخ يا ما حتى كرة مع ناس خرين ساعات يسأل سؤال بطريقة تقول انت خيش بيخمم هكا في الدنيا هكاك ساعات يكون قاعد يسألك سؤال يا وليدي فاش قاش عملت لك هذه انا حس برأي ما تبدلش علي ممكن على عباد اخرين ظهور لما تبدلوا حاجه انا ما تبدلش عليك ما نعرفش مش ما نتصور نتبدلوا عبد الستار الوقت يبدلنا خلينا نعملوا مراجعات اما نتصور الاساس لازم يبقى هو اساسي الوقت يبدلك انت لا شكلا ولا مضمون. ولا مضمونا نفسك في 10 سنين التالي او 5 سنين التالي انت خذ تصويرتك 10 سنين التالي حطها مع تصويرتك تو تلقى فرق في الشكل الأحسن أنك تكون الوقت يزينك من داخل ومن برا والأسوأ أنه الوقت يخيبك من داخل ومن برا لأنه من داخل هو يطبع من برا والحاجة الباقية أنه الإنسان يمشي ويتحسن
يتحسن في النواحي الكل بالأخص من داخل، يتعلم من الحياة، يتعلم من خدمته، يتطور يتطور، يراجع روحه، يصلح. قبل يمكن كنت نرفوز أكثر من تو، كنت تحكم في روحك أكثر، تو نحكم في روحي أكثر. قبل كنت نسيب روحي أكثر مع الناس، تو ليه؟ خاطر احنا يقول لك المرة الأولى عسلامة سي الهادي، عسلامة هادي، عسلامة هدهود هدهود. وإذا كنت حل شوية ماذا بيك تخلي ديما شوية حدود حدود بيه عادي وما البرنسيبال طول تكتشفو ما هذا وما تقوليش ما عجبنيش نتفهم معاك بيه بيه نبش نعطي رأي أنا حر انت حر